وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فاعل خير، وضيفنا الشيخ عبد الحميد عمر من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك أستاذ، ده شرف لينا أستاذ والله. أهلا وسهلا. إحنا عايزين نبدأ كده فقرتنا ونتكلم عن الصدقة. الحمد لله ثم الحمد لله، دائما وأبدا نحمده على نعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تعد. جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الصدقة، إن أردنا أن نتحدث عن الصدقة، فالصدقة هي أساس كل شيء. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما تحدث عنها بأنها ترفع عن المسلم 70 نوع من أنواع البلاء، وفي حديث آخر تدفع عن المسلم أو عن صاحبها، نص الحديث عند الإمام مسلم، تدفع عن صاحبها 70 نوع من أنواع البلاء. العلماء لما جم وضعوا الأحاديث، تدفع ولا ترفع؟ ترفع الصحيح ولا تدفع؟ قالوا في بداية الأمر هي تدفع البلاء عن صاحبه، تدفع. طب ربما الصدقة هذه فيها نوع من أنواع الأشياء التي لا ترضى، ربما شابها عدم الإخلاص، ربما شابها بأنها كانت صدقة قليلة والبلاء نازل قوي، فتحكم البلاء من صاحبه، فما استطاعت الصدقة أن تدفع البلاء. فيجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن البلاء نزل بك، اعلم علم اليقين بأن الصدقة ترفع هذا البلاء. الصحابة رضوان الله عليهم جميعا تعلموا الإنفاق وتعلموا البذل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا علي، سيدة فاطمة رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا علي كان في بيته 5 من الأنفس وما أكلوا لأيام، سيدنا علي وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين والسيدة فاطمة والخادم. سيدنا علي مستحمل، السيدة فاطمة مستحملة الجوع لما كانت تذهب إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فسيدنا النبي أمرها بالصبر. طب الأولاد الحسن والحسين، ولذلك لما أصبح الصباح السيدة فاطمة دفعت رداءها إلى سيدنا علي حتى يبيع أثر الصدقة ويقتات بثمن. سيدنا علي ذهب إلى السوق فباع هذا رداء السيدة فاطمة بستة دراهم، وأخذ يتجول في السوق فوجد جماعة كاد الجوع أن يقتله، آثرهم على نفسه، آثرهم على زوجته، آثرهم على أولاده، وأعطاهم الدراهم. وظل يسير في السوق ويبحث في السوق، فقابله رجل في يده ناقة، السلام عليك يا أبا الحسن، ناقة جميلة جدا ما رأى سيدنا علي مثلها. قال له عليك السلام، قال ألك حاجة في شراء هذه الناقة؟ قال نعم ولكن ليس معي ثمنها. قال خذها وأدي ثمنها حينما يفتح الله عليك. بكم تبيعها؟ قال أبيعها 100 درهم. اشتراها سيدنا علي. ظل يسير في السوق فقابله رجل آخر، هذا حديث وهذا كلام وهذه قصة بلغت مبلغ التواتر عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. قابله رجل آخر، السلام عليك يا أبا الحسن، قال وعليك السلام، قال أتبيع هذه الناقة؟ قال نعم. بكم اشتريتها؟ قال اشتريتها 100 درهم. قال أن أشتريها منك بربح 60 درهم، ستربح فيها 60 درهم. فباعها سيدنا علي وأخذ الدراهم، أخذ يتجول حتى يشتري طعام وشراب لأولاده ولزوجته، فهم منذ أيام ما أكلوا ولا شربوا. فقابله رجل آخر سأل عن الناقة، أين الناقة يا علي؟ قال بعتها، وقص عليه ما حدث وأعطاه نصيب. انطلق سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه إلى زوجته وقص عليها ما حدث، فقالت له والله لن نأكل من هذا المال حتى نعرض الأمر على رسول الله. أخذ سيدنا علي يقول يا فاطمة هذا مال حلال، هذا مال حلال لا تشوب، ليست فيه شائبة. فقالت لن نأكل من هذا المال ولا من هذه الأشياء حتى نعرض الأمر على رسول الله. فخدت سيدنا علي وذهبوا إلى النبي وقص عليه سيدنا علي ما حدث. ابتسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال أبشر يا علي، فوالذي لا إله غيره لقد تاجرت مع الله بستة دراهم فأعطاك 60. اللي عايز يتاجر مع ربنا الباب مفتوح. الإنسان النهاردة عايز يسأل، أنا هودي فلوسي في المكان الفلاني هتكسب فتاة، طب وما توديها عند ربنا؟ طب ويمكن تحطها في المكان الفلاني وما تجيش؟ طب والمنطقة الفلانية هتديك 5 والمنطقة الفلانية هتديك 10؟ طب وعند ربنا؟ الله تبارك وتعالى سيعطيك أضعاف أضعاف. أبشر يا علي، فوالذي لا إله غيره لقد أعطيت 3
لم يعطهن أحد غيرك، لك زوجة هي سيدة نساء أهل الجنة، ولك ولدان هما سيدة شباب أهل الجنة، ولك صهر هو سيد المرسلين وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام. نشوف مع مشاهدينا أول تقرير خير في حلقتنا النهاردة مع مؤسسة فاعل خير. الله يسترها معاكم ويعود عليكم خير انتم وكل اللي امثالكم يا رب، ويرحم امواتكم وامات محمد امه محمد اجمعين يا رب. الله يسترها معاكم ويجعلوا في ميزان حسناتكم الخير اللي بتعملوه يا رب، يسترها عليكم وعلى اولادكم وعلى امه محمد اجمعين. افضل ما يقدمه الانسان في الحياه ان يقدم لنفسه لنفسه، وان يقدم من نفسه لنفسه ومن حياته لحياته، أن يقدم في حياته الدنيا التي ستنتهي لحياته الباقية. كل من عمل شيء لله يجزى به، ورحمة الله عليهم وعلى كل من ساهم وعمل في سبيل الله. أنت دلوقتي الحاجة نجدية وهي بتفتح الفيديو بتاع مختار، يعني شعورها ايه؟ فرحانه والله، فرحانة. الفرحه اللي في الدنيا كلها، وفرحانه وتنتني وياها لحد ما هي فرحت ليا وقالت لي زي ما عملت لنفسك تعالي نعمل ليك. فرحة والله، يا رب يوسع عليكم يا عم. ويجعلكم من أهل الخير عشان تسقونا بمية حلوة ومية نظيفة، وبرضو نبحطط ونعمل اللي احنا تعبنا من المية، ونشكركم اللي انتوا بتعملوا أهل الخير ده. بارك الله فيهم، والميه كده تتعبنا وبتجيب امراض لاولادنا، وهم حفر البير ده وبحوفر علينا ان احنا نجيب ماء من اي حته بعيده، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا. لا يبقى للانسان الا صدقه جاريه يعملها لنفسه او يعملها احبابه له بعد موته. عملنا كبير، ناس طيبين وناس كويسين وناس حلوين خالص، يا رب يبارك فيهم، يا رب يطرح لنا فيهم البركة، يا رب يديهم الصحة، يا رب يخليهم ويخلي لهم عيالهم ويبارك لنا فيهم. تشكروا تشكروا والله اللي عملنا كبير. شفنا طبعا التقرير، وعايزين نتكلم عن مشروعات المية في مؤسسة فاعل خير. حقيقة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللي احنا شفنا ده العمل الحقيقي اللي يجب على كل إنسان أن يكون فيه منافسة فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولمثل هذا فليعمل العاملون. الإنسان عايز إيه في الحياة؟ عايز إيه في الحياة غير أن ربنا يستره؟ دعوة حلوة من ست، فرحة فرحة حقيقية، الكاميرات لا تستطيع أن تصور فرحة هؤلاء الناس الفرح الحقيقي. مؤسسة فاعل خير كانت أول ما عملت خدت جهد 500 بير، والحمد لله خلصنا 500 بير، وابتدأنا في 500 بير التانيين فيهم 70-80 وينتهي 1000 بير. مؤسسة فاعل خير جبناها من مطروح، بنعمل أبار في مطروح، بنعمل أبار في بني سويف، بنعمل أبار في المنيا، بنعمل وصلات مية في الفيوم. تكلفة وصلة المية في الفيوم بتتكلف 3000 جنيه. الوصلة مدعومة دعم، لا أقول، أنا عايز أقول كلي، هو شبه كلي من الدولة، الدولة بتتكلف كل شيء. إحنا بس 3000 جنيه دول ثمن الوصلة، الدولة هي اللي بتتكلف. يعني تعتبر يعني دعم شبه كلي من الدولة. البير بيتكلف له 30000 جنيه. 30000 جنيه. اللي معاه 10000 جنيه عايز يعمل سهم ماشي.
عايز يعمل أكتر ماشي، الخير مفتوح والباب مفتوح. هو سيدنا يحيى ابن نبي الله زكريا أعطى قومه بني إسرائيل وصية، هذه الوصية تعلمناها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان دايما يقول لهم أما تلاقوا حاجة تصدقوا، ولذلك قال وأوصيكم بالصدقة ألا تدعوها في ليل ولا نهار. قالوا لي لما يا نبي الله؟ كان نبي. قالوا فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فلما أخذوه وأوثقوه وشدوا يديه إلى عنقه وهو لا محالة مقتول، شعروا بأنه مقتول، قال أنا أفدي نفسي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم بالقليل وبالكثير، فلما أعطاهم المال تركوا. اللي عايز يفدي نفسه الباب مفتوح، اللي عايز يفدي أولاده الباب مفتوح. النهاردة ما ينفعش يبقى مسجد عايز فرش، السام في المسجد ب5000 جنيه، المحطة التحلية ب120,000 جنيه، اللي عايز يقوم بها ماشي، اللي عايز يعمل فيها سهم ماشي، اللي عايز يعمل فيها سهمين ماشي، ده خير موجود، وهذه الأعمال بتدر على الإنسان حسنات إلى يوم القيامة. الخير مفتوح، إحنا ليه عايزين نقفل الخير على أنفسنا؟ إحنا ليه دي الصدقة؟ شوف الإنسان هيستظل بظلها في يوم القيامة، يوم القيامة ما في ظل، أكبر ظل موجود هو ظل الصدقة. العالم في يوم القيامة تفر من هول الموقف، يذهبون إلى نبي الله، إلى الخليل إبراهيم، يذهبون إلى سيدنا عيسى، يذهبون إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، الكل خائف، الكل مضطرب، الشمس تدنو من الرؤوس. إحنا النهاردة ما بيننا وما بين الشمس 40 مليون ميل، 40 مليون ميل. شو بقى لما يكون ما بينك وما بين الشمس ميل واحد؟ الشمس تدنو من رؤوس العباد، العالم كله يقول نفسي نفسي. ولذلك قالوا إذا خاف الخليل وخاف عيسى، هذا في أرض المحشر، إذا خاف الخليل وخاف عيسى وآدم والكليم وخاف نوح ولم يشفع للخلائق طرعين فما لي لا أخاف ولا أنوى. أنت في يوم القيامة هتعوز ظل، هتعوز تستظل بظل، فأفضل أنواع الظل اللي أنت تستظل به أنك تستظل في ظل صدقتك يوم القيامة، حتى تعيش في كل أهوال يوم القيامة وأنت في ظل. أنت هتبحث عن ظل يوم القيامة مش هتلاقي ظل، هتلاقي ظل فين؟ ما في ظل إلا ظل الصدق، الظل الحقيقي هو ظل الصدق. واحنا شايفين على الشاشه مشروعات متنوعه، هذه مشروعات مؤسسه فعل خير، ادي سقي النخل، ها سقي النخيل ب5000 جنيه. تمام، بنجيب النخل، بنجيب البرحي وبنجيب المقتول، يعني افضل من البرح، وبتفضل النخله دي بتفضل 100 سنه. ايوه، وقبل ال 100 سنه سنتين ثلاثه بتاخدي منها فسايل. أيوة، تبتدي تزرعيه وتاخدي فسايل، يعني النخله تعتبر بتجيب الى حسنات تدر على الانسان حسنات. احنا فين الانسان؟ فين من هذا الخير؟ الإنسان فين من هذا الخير؟ هذا فرحة هؤلاء الناس، الفرحة الحقيقية، فرحة مؤسسة فاعل خير دي وأهلنا في بني سويف، الفرحة الحقيقية. الناس دي إحنا على تواصل معاهم بالليل والنهار، لأن هم أهلنا، هم أهلنا، بيننا وبينهم رحم. الراجل لما راح لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان راجل عنده بعد الإعاقة، فرح لسيدنا عمر يبكي، بكرة العيد، فرح لسيدنا عمر يبكي وقال له يا أمير المؤمنين الخير جزيت الجنة، اكسي بناتي وأمهن، ده بكرة العيد يا أمير المؤمنين، أقسم بالله عليك لتفعلن. فسيدنا عمر سكت، قال له يا أعرابي أحان الوقت لأن يقسم الرجل منكم على أمير المؤمنين أن يفعل شيئا قد ترك، أو أن يترك شيئا قد هم بفعله، يا أعرابي إن لم أفعل فماذا يكون؟ هتعمل إيه؟ قال له يا أمير المؤمنين تكون عن حالي لتسألن يوم تكون الأعطيات منا والواقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. ثم بكى الرجل، سيدنا عمر واقف يسمع، فقال له الرجل بيقول لسيدنا عمر بحق الرحم التي بيني وبينك إلا ما قضيت حاجتي. فسيدنا عمر قال له رحم؟ قال له نعم. قال له أي رحم؟ أنت من قريش؟ قال لا. قال فأي رحم بيني وبينك؟ قال إنها رحم آدم عليه السلام. فبكى سيدنا عمر لما قال له رحم آدم، قال رحم مقطوعة والذي لا إله غيره لأكونن أول من وصله. فالنهار دول أهلينا في بني سويف، أهلينا في الميناء، الناس محتاج، أهلينا في مطروح، أهلينا في مطروح محتاجين. مشكلة مطروح النهاردة أصبحت المشكلة العالمية مشكلة مياه، ومشكلة مطروح إحنا لما بنتكلم عن مطروح وأهلنا في مطروح والقبائل، ما بنتكلمش عن مدينة مطروح، إحنا بنتكلم عن براني وعن المناطق اللي هي عايشة على ماء المطر. طب النهاردة قالوا من بعد شهر 4 الماء، ما هم عايشين على مية الآبار، آبار تجميع مياه. الناس لما تروح هناك، الناس لما تشوف الأوضاع هناك تزعلي، الناس تسيب البيت، البير خلص في المية، يسيبوا أماكنهم ويروحوا البير تاني. وبعدين المشكلة إن هي مشكلة عامة،
مش المشكله النهارده المايه هتقطع في شارع كذا ونبتدي ننبه يبتدي الشارع الثاني فيه مايه، لا سيب الشارع الثاني. مشكله مطروح مساحه كبيره من الاراضي، لما ان الدنيا لو مطرت يبقى تمطر عند الكل، ما مطرتش تبقى ما مطرتش عند الكل. فمشكله جماعيه. طب الانسان هيعمل ايه؟ طب اهالينا في بني سويف هيعملوا ايه؟ يروح يقول اللي بيشتروا المايه، ينفع حد يشتري المايه؟ ينفع الناس تخبط على بعضها بالليل تقول عايز شويه ميه احسن انا عايز اروح اصلي او اتوضا او ما ينفعش. فدي اقل شيء يفعله الانسان في الحياه، ان يقدم من نفسه لنفسه وان يقدم من حياته لحياته سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فضل يحذر الامه ويقول الامه والذي نفس ولا اله غيره والذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستحتب ولا بعد هذه الدار من دار الا الجنه او النار. ربنا يكتب لنا الجنة والفردوس أعلى جميعا يا رب. ونشوف كمان تقرير ومؤسسة فاعل خير. داووا مرضاكم بالصدقة، فمن كان عنده مريض يريد أن يشفيه الله تعالى فليساهم معنا في حملة الآبار في مطروح. تجينا مي ما عندناش مي خالص، عندنا الجامع كما تتلقوا فيها لحذيها مي، ولا الخلق لقي وين تصلي تو توظف البيوت وجو صلوا هن، واللي يجي من غير وضو ما يصليش يرد على البيت اخر. احنا محتاجين مي المسجد يعني ان شاء الله، ونتبرع يعني مي المسجد، ما فيش مي خالص المسجد، اللي يتوضى يعني ما لناش مي خالص المسجد. ومن كان عنده مرض عضال عجزت الأطباء عن دوائه فليتصدق وسيشفيه الله سبحانه وتعالى. أحيانا يعني ناس عاوزة تشرب مية، عاوزة توضع، عاوزة يعني فهي محتاجة يعني صراحة. تجمع كبير بالكل يعني، أنا مواجه تيجي المسجد هنا ما فيش مية خلاص، تيجي المسجد ما لهاش مية. إن شاء الله واللي يتبرع جزاه الله خيرا يعني إن شاء الله. على الطريق الدولي محتاجين هنا بير، وبير كبير عشان نقدر يعني يتوضى منه أهل المسجد ويشرب منه أهل المسجد، ويمكن يشرب منه أهل التجمع إن شاء الله لو عملنا بير كبير. يمكن اللي هيعمل بير هنا كل عابر السبيل، كل عابر السبيل هيكون موجود فيه وهيشرب منه، وزي ما حضراتكم شايفين جنبه مركز شباب وجنبه مدرسة، يعني هنا تقريبا كل حاجة متوفرة إلا منبع الحياة. احنا طبعا شفنا هم محتاجين مية علشان تخدم المنطقة دي والمسجد. احنا محتاجين في مطروح، منطقة مطروح، المساجد دي احنا عايزين 50 بير لخمسين مسجد في مطروح. كل المساجد اللي احنا بنشوفها في مطروح بدون ابار. معنى كلمة بدون ابار يعني المسجد مبني ومحتاج بير. البير الناس هتشرب منه، والبير الناس هتتوضأ منه. يبقى اذا اللي هيعمل سهم في البير باذن الله ربنا هيرفع عنه الكروب. لان لما ترفع عن الناس الكروب ربنا هيرفع عنك الكروب. أصل ربنا قال في القرآن الكريم جزاء وفاق، وقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن أعطى أعطاه الله، ومن فرج عن الناس فرج الله عنه، ومن فك أسر الناس فك الله عنه. هذا أمر حقيقي. من تاجر مع الله أربحه الله، ومن غرس لله، دي الغرس الحقيقي الذي ينبغي على الإنسان أن يتمسك به. من غرس لله نمى الله له غرسه. قال ومن عمل لله بارك الله له في عمله، ومن قدم لله قدم الله له كل خير، ومن أعطى لله أعطاه الله من كل خير، ومن استغنى بالله أغناه الله عن كل شيء، ومن قال يا الله أعطاه الله بركات كل شيء. لا إله إلا الله. طيب احنا دلوقتي هنشوف بقى مع مشاهدينا كمان اخر تقرير ومؤسسة فاعل خير، وهنرجع نعلق عليه. هذه الحياة وهذه الصور لصور اناس فقراء. ما عنديش مية ولا سقف ولا اي حاجة. طب طلباتك انت عاوزة شات مية وشات الوحية دوبة. عايزين عداد، عايزين عدد ميه. والله حضرتك محتاج عدد ميه، ومعايا والدتي ومعايا زوجتي ومعايا 3 4 5 عيال.
تعاتبوا ولا تركبوا لي العداد، بس انتوا قلت لي بسرعه يعني ما وقتوش عليا. ربنا يحميكم ويبعد عنكم شر امراض الدنيا ويبارك لكم في صحتكم. كل شيء يعمل مع اليتامى حاجه ربنا يبارك له في ماله وفي عياله وفي صحته، ويبعد عنه شر المرض وشر المستخبي هو واللي زيه. السلام عليكم. عليكم السلام. الله موسع فيك. ازيك؟ الله يبارك لك. مبروك مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك الميه. الله موسع في رزقك. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. اللهم اكفك شر المرض. بسم الله ما شاء الله. ايوه والله العظيم فرحة النهارده ما تتقدر. فرحة النهارده ما تتقدر بيكم. والله ما تتقدر بيكم. يا ألف يا ألف 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 شكر. أنا مبسوطة منكم. ربنا يكفكم شر طريقكم ويحاربكم من كل وحش، وألف شكر اللي أنت جبتوا لي العداد وسترتوني. ربنا يستر. أنت مش عاوزة مننا حاجة تاني؟ سلامتكم. عاوزة بس تجيبوا لي شاتر واحد أعقد البيت. فعلا البيت ما فيهوش سقف. المره اللي فاتت قالوا استروني بشويه ميه واحنا جبنا لها الميه، وعشان هي عشمانه وعشان هي واثقه جدا في مؤسسه فعل خير عاوزه النهارده السقف. مين اللي هيكمل جميله؟ مين اللي هيجبر خاطر الست دي عشان يسترها عشان ربنا يستره؟ شفنا التقرير وعايزين تعليق اخير من حضرتك. افضل حاجه في الحياه الدعوات اللي الناس بتدعوها طبعا نعمه الستر والدعوه بالستر، انك تكون مستور في الدنيا والاخره. وطول ما انت بتستر غيرك عمر ربنا ما هيفضحك طبعا، لان علماءنا رضي الله عنهم وارضاهم قالوا الستر على نوعان، ستر في المعصيه وستر على المعصيه. قالوا الستر في المعصيه الانسان بيعمل حاجه ولكن الستر على المعصيه هو الافضل. فدي تفريج الكروب اللي المفروض يجب على الإنسان إنه هو يسعى إليه. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. بشكر حضرتك في نهاية الفقرة، ربنا يكرمك. ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل.